طبعا عايزين يعني نرسل كل التحيات والتمنيات بالشفاء لنجم النادي الاهلي طبعا اللي كان يعني اصيب النهارده وعلمنا بخبر اصابته. نجم النادي الاهلي طبعا كريم فؤاد اللي يمكن يعني والله زعلنا جدا الحقيقه لان الخبر ما كانش يعني مفاجئ للناس. احنا يمكن كنا متوقعين الاصابه تكون اخف من كده، لكن الحقيقه كريم في البيك بتاعه او في تالقه او ظهوره بشكل كبير مع النادي الاهلي اصيب كريم فؤاد، ويمكن يعني الموضوع ما يبقاش لا طبعا يعني هيبقى صعب جدا بالنسبه له هو كمان، لان خلاص اعتقد ان اللعيب يا اسلام لما بيوصل لمرحله انه خلاص بدا يحط رجله والناس بتعرفه والناس بتركز معاه وبيرجع كمان يلعب في المركز اللي هو بيحب يلعب فيه وفي مدرب بيثق فيه وبيجي مدرب بعديه بيثق فيه، فبيحس ان خلاص بدا يظهر بشكل كبير. كريم اعتقد كان من الاسماء اللي هتبقى فيتوريا حاطط عينها عليها يعني، فاعتقد ان اصابه كريم الحقيقه اصابه سيئه جدا وخبر غير جيد، نتمنى له الشفاء يعني. خبر صعب طبعا يعني كانوا يعني بص هو اسوء حاجه في الدنيا في الكوره الاصابات يعني، طبعا هي ابتلاء من ربنا يا رب يشفيه ويرجعه بالسلامه احسن وربنا يكرمه ويصبر يعني الفتره دي فتره صعبه وكله في الاخر يعني بايد ربنا ان شاء الله يرجع احسن من الاول. بس هي سبحان الله هو الراجل في البيك اخذ فرصه لعب رجع لمركزه متالق بشده مع الاهلي بقى يعني فتره من الفترات هو الجناح الاساسي للنادي الاهلي ناحيه اليمين بيسجل اهداف وعامل شغله، فسبحانك يا رب يعني هي بتجيله الاصابه، لكن لعيب مهم جدا ونتمنى له يا رب السلامه ويرجع بالف سلامه ان شاء الله باذن الله. ودي مشكله عند النادي الاهلي في المركز اليمين يعني لان بعد اصابه اكرم هتبقى اعتقد الاهلي اول مركز هيفكر فيه الباك رايت، رغم ان يمكن الميركاتو كله كان راح في اتجاهات تانية، بس طبعا بعد اصابه كريم طبعا اعتقد ان هو بالتالي الاهلي خلاص بيخلص خالد عبد الفتاح اعاره من سموحه، فخالد عبد الفتاح هيبقى هو هيشتغل هو محمد هاني بالمناسبه عامل ماتشين كويسين جدا مع الاهلي من بعد اصابه اكرم، هو لسه مش رسمي خلاص كل الريبورتس يعني بتقول ان هو خلاص يعني هتبقى يعني حسام حسن وزياد طارق يعني قصدي حته الباك رايت دي هتبقى المنافسه ما بين محمد هاني وخالد عبد الفتاح، ويعني ان شاء الله كريم يرجع كويس جدا طبعا.